الصدمة لما بتيجي من قريب أو حبيب أو حد مصدر ثقة بتكون أشد من أي حاجة تانية، علشان بتكون غير متوقعة، ولا عشان العشم الزيادة؟ ما هو العشم الزيادة ده طبعا حاجة أساسية، لأن أنا بدي عشم زيادة عن اللزوم، بدي ثقة زيادة عن اللزوم، بدي أمان زيادة عن اللزوم، وبراهن على الإنسان ده وبقول إن الإنسان ده عمره ما هيخذلني. وفي نفس الوقت إن أنا بحط سقف توقعات عالي جدا 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 جدا، وبحط الإنسان ده في مكانة كبيرة مش بتاعته، مش بتاعته، وفي الآخر بكتشف إن اللي أذاني واللي وجعني هو الإنسان ده. طب المشكلة بتبقى فيا ولا فيه؟ يعني أنا اللي حطيته في مكان أعلى من مكانه وهو ما يستحقهوش، ولا هو اللي اداني الانطباع ده فخلاني أو أجبرني إني أعمل كده؟ المشكلة فينا، المشكلة فينا إحنا، لأن إحنا اللي بندي ناس مكانة مش بتاعتهم، مش بتاعتهم ولا يستاهلوها، ولا عمرهم كانوا يحلموا أو يتخيلوا إن هم يكونوا في المكانة دي. هو ملوش دعوة بالقصة دي، هو بيتعامل معايا على رد فعلي، أنا اللي بعليه وأنا اللي بقول له أنت وأنت 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 وأنت، وبزود نغمة الغرور والتكبر جواه، فلما يجي فوق كده يصدق نفسه، يصدق نفسه، أول حد يأذيه هو أنا، يبقى العيب فيا. ليه بقى؟ لأن أنا اللي اتعشمت كتير، وأنا اللي وثقت كتير، وأنا اللي اديت الأمان كتير، وأنا اللي ضحيت كتير. في نوع من أنواع التضحية اسمه التضحية الساذجة، بمعنى إن أنت تموت نفسك وتستهلك طاقتك عشان الإنسان اللي موجود في حياتك بأي درجة من الدرجات، وفي الآخر ما تلاقيش 1 من 10 على كل التضحيات اللي أنت ضحيتها. غريبة، يعني في ناس لما بتحب أو لما بتثق في حد تدي بتضحي، يعني ممكن يضحي بوقته، بماله، بمجهوده، بطاقته، بكل حاجة، يقعد 24 ساعة يا لم يفكر في الإنسان ده، يسعده إزاي ويخليه يبقى مبسوط إزاي. إيه اللي أنت بتعمله ده؟ طب وإنت فين حقك على نفسك؟ مين اللي هيسعدك ومين اللي هيهتم بيك ومين اللي هياخد باله من كل حاجة بتحصل حواليك؟ ما هو في بعض الأشخاص بتلاقي سعادتها في الناس اللي بتحبهم، ما هو ده غلط، عشان كده بيفضل طول الوقت يفكر أسعده إزاي، أبسطه إزاي. عارفة غلط ليه؟ أصعب حاجة في الدنيا إن أنت تلخص حياتك في إنسان. طبعاً. عارفة ليه؟ وأكبر صدمة في وأكبر الدنيا. صدمة، لأن الإنسان ده في لحظة هيتغير، لأن الإنسان ده ربنا قال كده، يعني الناس النفوس فيه ساعات بيحصل زي اضطرابات أو نفوس مريضة ممكن تبدأ تتغير أو تنقلب فجأة، صح؟ فأول ما هيتغير هيتغير عليك أنت. فأنا دايما أقول للناس أوعى تحط نفسك في دايرة وتحصر نفسك في دايرة إنسان محدد هو اللي يتحكم فيك، هو اللي يقول لك امشي كده أو ما تمشيش كده، هو اللي يقول لك يمين ولا شمال، لأ، هو اللي بيسلب شخصيتك واللي بيسلب إرادتك، وفي نفس الوقت أنت قاعد تفكر. وعارفه كمان في حاجه، انت عارفه بعد التفكير ده كله والتضحيات، انت يوم ما تبطل تعمل ده هيقول لك ده حق يتهمك ان انت اناني وان طبعا انت مقصر. عارفه ليه؟ لانه تعود ان ده حق مكتسب ومفترض عليك، وان انت لازم تعمله، وان ده واجب عليك. طب مش المفروض يا دكتور ان البني ادم، احنا كبني ادمين، يعني لما نلاقي شخص بيعاملنا بما يرضي الله وبيدينا قوي وبيدور يساعدنا ازاي ومدينا الامان قوي قوي قوي، مش المفروض ان احنا نقدر ده ولا نطلع؟ المعامله على قد المعامله. يعني ايه المعامله على قد المعامله؟ عاملني كويس هتعامل معاه كويس بما لا يؤذيني. يعني بمعنى انا هو معايا كويس وبيحترمني وبيتكلم معايا، انا هتعامل معاه بنفس الشيء ده، بس من غير يلامي، من غير ما اذي نفسي، من غير ما في النهايه اوجع نفسي. وغير كده كمان الانسان بيبقى شايف باله من بعض المواقف، يعني انا بضحي والتاني شايف ان التضحيات اللي انا بعملها دي ملهاش قيمه، انا بهتم وشايف ان الاهتمام ده عادي ومطلب اساسي انت المفروض تعمله، انا باجي على نفسي كتير جدا وبفكر فيه كتير جدا والتاني مش بيفكر فيا ربع التفكير اللي انا بفكره فيه. والناس بتبقى ماشيه على امل ايه؟ التغيير. يقول لك ما انا يمكن يعمل معاه كده، انا هشده او اخليه يهتم بيا او اخليه يعمل. انا بقول للناس اللي عاملك حلو عامله حلو، اللي يشيلك على راسه انت كمان شيله على راسك، اللي يتجاهلك تجاهله، وفي نفس الوقت ما توصلش معاك القصه للتعلق المرضي. يعني ايه؟ انت بتحب انسان، شيء جميل جدا، الحب ده اجمل احساس في الدنيا. ايه الاصعب، الحب ولا التعود؟ لا، التعود اصعب من الحب. ليه بقى؟ الحب حاله ولكن التعود سلوك.
بمعنى ان انا لما بحب حد فانا لما بنتظر ان الحد ده يعاملني نفس المعامله فانا بنتظر منه تبادل، حاجه علاقه تبادليه. التعود ده بقى ان انا اشركته في كل تفاصيلي وتعودت ان هو يبقى في يومي وحالتي المزاجيه ارتبطت بيه، فاصعب حاجه في الدنيا ان تلاقي الاتنين دول اندمجوا مع بعض، حب وتعود بيدي الناحيه التانيه عشق. ده بقى الايه من اصعب انواع الحب. لكن لما يكون في حب فانت هتلاقي بعد فتره هتلاقي برضو اللي يحبك بنفس الحب، وهتقابل في حياتك فرص كتير. القصه كلها ان انت بتكون اتعودت. يعني ايه اتعودت؟ تصحى من النوم تتكلم الشخص ده في ذكرى ما بينكم في التوقيت الفلاني، اتعودت ان في هو رسم معاك كده شويه رتوش او شويه حاجات معينه فانت اتعودت. فايه اللي بيخلي الناس في لما بيحصل لهم صدمات مش بيصدقوا ان هم اتعودوا على وجود الناس دي في حياتهم؟ عارفه بعد الصدمه بيحصل حاجه مرعبه جدا. إيه في مرحله اسمها مرحله عدم الادراك، مش مصدق وعدم اليقين. انا مش مصدق هو ده اللي عامل معايا كده، هو ده اللي اديته واللي ضحيت واللي اتنزلت علشان خاطره، وفي الاخر يرد عليا الرد ده او يتجاهلني او يخذلني او يوجع قلبي او يفرط فيا او يأذيني او يأذيني. فالناس بتقعد كده تكلم نفسها في مرحله كده، بتقعد فتره عدم اليقين او عدم الادراك ان انت مش مصدق ان الشخص ده هو اللي صدمك. ممكن كنت تتخيل. عارفه الصدمه من الناس اللي البعيد عننا ما بتوجعناش ليه؟ لانهم مش فارقين معانا، مش موجودين اساسا. على قد سلام كلام، مع السلامه، صديق مشي صديق جه، علاقات رايحه جايه اسمها علاقات مجتمعيه او اجتماعيه رايحه جايه. ولكن الصدمه بتوجع في الشخص اللي انت وثقت فيه قوي. فالناس بقى بتقعد مش مصدقه، تقعد فتره في ناس بتكلم نفسها على فكره والله، تكلم نفسها وتفتح صور ويقعد يمسك مثلا ويكلمه ويكلمه ويفكر في الذكريات. في ناس بيبقى عندها شحنات سلبيه عايز يتصل بيه يطلع شحنه الغضب اللي جواه يقول له انا مش مصدقك، عملت كده ليه؟ اعدل عن القرار اللي انت خدته، او انت اذيتني، انت اللي تاذيني. ده انت كنت في يوم من الايام اماني، ده انا اتنازلت عن ناس كتير في حياتي مقابل ان انت تبقى موجود معايا. فبعد الصدمه بيحصل حاجه اسمها عدم اليقين او عدم الادراك، بيبقى قاعد كده تحس ان هو تايه، عمال يبص في الناس، هي الناس حلوه ولا انا اللي غلطان؟ بيحصل عنده عدم ثقه، يعني الصدمه بيبقى نتيجتها حاجات كتير جدا ومواقف كتير جدا بتختلف من شخص لشخص تاني حسب القدرات والفروق الفرديه.